خبرنا واللي عدنا عن طارق الباشا. فطارق الباشا نزل 3 مقاطع على قناته باليوتيوب، واللي كان يبي يتهجم بي علي ويتهمني انه انا اخذ فلوس من محمد الجواني. طبعا هاي قصه بعدين احكي لكم بيها، وانا محمد الجواني حشرح لكم القصه بالكامل. اما بالنسبه للمقاطع اللي كان يهددني بيها انه ينشر صوره جوازي عمود يخلي بيسان وغيرها من اليوتيوبر انه يشتكون علي ويدخلوني للسجن. طبعا هاي واحده تبين لكم ان طارق الباشا قد شخص خاين وشخص ما يتامن بيه عمود ينشر اشياء تخص، رغم انه اتوقع انه اغلبكم يعرف انه طارق الباشا ما حد كان يعرفه باليوتيوب غير من اني نشرته وشهرته للناس، وكل هذا اللي سويته كان بدون اي مقابل والله العظيم. فبالنسبه لجوازي لو انتشر فيعرفون كلهم انه ححرق السوشيال ميديا بيهم، وطارق بنفسه يعرف هذا الشيء. اما بالنسبه لتسجيلات الصوت فهي واحده توضح انه قد طارق الباشا خاين، انه من زمان كان ناوي يغدر بينا، فلهذا كان يسجل المكالمات. رغم ان نفس الشيء عندي شويه فويزات عليه، هو كان يحتويها بالواتساب ويسبي على يوتيوبر كبار، واقدر انزل هي كفضيحه، ولكن ما راح انزل ولا شيء غير تسجيل واحد بسيط هو يسبي على يوتيوبر معين واللي هو مصطفى ريدر. شوف هذا الفويس شلون يسبي على ريدر. وقف مع الحق، فانا هلا تركته تمام، ولكن والله العظيم ليجي يوم مالي نسيان له اياها، رح امسح فيه الارض، رح امسح فيه اليوتيوب مسح، يعني رح ساويه زباله تمام. هو اصلا واحد زباله وببيع رفيقه بثانيه واحده بتلاقي يكبر فيه تمام. يعني انا ازبل من هيك شخص ما شفت، يعني لا بيفهم، يعني انا اليوم تاكدت هذا لا بيفهم بالراب ولا بالكلمات، وصار عندي شك انه اصلا لا هو بيكتب ولا هو بيهندس. يعني هذا زلمه زباله ومصلحجي ماشي ورا ياسو وعم يضحك عليها، وهلا قناته يعني اذا بتشوفها نازله مشاهداته معلم، هلا مستعد يعمل اي شيء كرمال المشاهدات. راح هكر لي قناته وانا بدي قص ايدي التنتين اذا ما كانت القناه هو اللي مهكرها، وعامل حاله انه شو انه تهكرت قناته وعم يستعطف. اصلا ما استفاد شيء، يعني رب العالمين خوزه واكثر. فالله لا يسامحه بالمصاري معلم، وعن جد هيك زباله لا ما بدي اجيب سيرته ابدا. انا بيجي يوم معلم بمسح فيه الارض، طول بالك. فاكتبوا لنا يا حبايب لكم انت شركوا بهذا الخبر وحركه طارق الباشا وخيانته صاحبه، ويروح يتفق ويا بيسان امها عمود شويه متابعين وفلوس. الخبر الثاني اللي عدنا عن فضيحه ماي الجمال وشربها للخمر المره الثانيه. انتشر هذا المقطع ويا الشخص هذا مال فيديوهات السناب شات، وكانوا حاضنين بعض ودايخين وكلهم سكرانين، رغم ان الاغلب اساسا يعرف انه هي مخطوبه عندها زوج استرالي، فليش هي كانت حاضنه هذا الشخص؟ كانوا سكرانين يشوفوا الستوري. خر عليه خر عليه، روح تحكي اسمعي باي بلوك. اكتبوا لنا يا حبايب لكم انت شركوا بهذا الخبر واشتركوا منهم من 20 ستوري هم سكرانين بي وعندهم هواي متابعين اطفال يتابعوهم. الخبر الثالث اللي عدنا عن برهم المعراوي واستهزاء بنور مار. فبرهم نزعل سبب الانستغرام شويه ستوريات، وبهذه الستوريات تقلد بها ملابس نور مار بحيث لابس البندانه والنظاره، واللي كان كاتب احذر مين اقلد واللي يحذر صح لحنطي بوسه. فطبعا اغلب المتابعين عرفوا انه هو يقصد نور مار، فنزل ستوري يقول على اساس هو كان يقصد بيه نور مار وكان يقصد كل تكتوريه، ولكن واضح من كلامه كان يستهزئ وحط كلام نور مار. رحتكم الستوري شوفوا. لا صراحة عم اقلد كل التيك توكر كلهم بدون استثناء، كلهم يلي بيعملوا هاد الستايل، بس الغنية ما دخلها بالستايل، بس انه هيك. وصلوا اكتبوا لنا بكومنتات شركوا بحركة برهم المعراوي واستهزاء بنور مار. وصلوا لنا وصلنا نهاية المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تحطوا لايك شاركوا بالقناة شاركوا فيس زي مقدمة القصص، وبس مع السلامة. اوكي انتظر باكر.